مساء الفل عليكم، تحياتي لكم من قناتي قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. تعالوا النهاردة أوريكم سر كبير من أسرار الطباخ، تعالوا أوريكم إزاي بيتعمل لحمة الأفراح وأي لحمة عامة، إزاي الطباخ بيسويها كده وبيخليها دايبة حرفيا، المكونات اللي بيحطها الطباخ في اللحمة وإزاي بيشويها ويطلعها كده كأنها مشوية وهي مطبوخة، سر كده ده احنا بناكله كده في الافراح والعزومات ومش عارفين ايه السر ده. كل ده هتشوفوه معايا النهارده، بس لو لسه ما اشتركتوش في القناه اتمنى تدوسوا على كلمه اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، تفعلوا جرس على كلمه الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. شكرا من كل قلب الناس اللي بتدعمني بانتسابها في قناتي، اتمنى توصوا دعمكم وانتسابكم في القناه، وشكرا جدا علشان انتوا بتشجعوني بكومنتاتكم الحلوه اللي بفرح بيها وبستناها وبجد بتسعد قلبي جدا جدا جدا. تعالوا نشوف النهارده ازاي الطباخ بيعمل اللحمة، ويا ترى ايه هي اسرار الطباخ في عمل اللحمة، وازاي نشويها من غير ما تنشف مننا. ودي اهم حاجة انا عاملة عليها الفيديو النهاردة، لاني انا واحدة من الناس كنت ضحية كتير قوي ان اللحمة باجي اشويها وللأسف تنشف مني. تعالوا النهاردة اوريكم ازاي تعملوها بطريقة بسيطة وسهلة وجديدة وجامدة جدا جدا جدا. اول حاجة احنا النهاردة هنشتغل بلحمة التيس او لحمة الجدي، تقدروا بقى تشتغلوا بأي لحمة تاني، يعني أنا جبت جدي صغير، ده جدي صغير طبعا نضفناه بقى وظبطناه من جوه. تعالوا دلوقتي هنقطعه، طبعا هنقطعه بسكينة تكون حامية كده عشان التقطيع يبقى مظبوط. أنا هسوي لكم النهاردة الفخدة بتاعة الجدي، لكن انتوا تقدروا كمان تستخدموا أي نوع لحمة تحبوه، بعظم من غير عظم، لحم جديان، لحم بقر، جاموس، أي حاجة تحبوا سووها. الوصفة بتاعتي دي تصلح لكل انواع اللحم زي ما انتوا شايفين. في ناس هتاخده كده مثلا وتحشي حاجات بقى لكن انا هقطعه وهستخدم النهاردة منه الفخدة بتاعته، لان الفخدة دي من اكتر الحاجات او من اطرى الحاجات اللي ممكن احنا نستخدمها في الشوي وفي الوصفات، وتبقى طعمها حلو وجامد جدا جدا. انا جبت الفخده دلوقتي وهبتدي اني انا اسوي فيها، طبعا ممكن استخدم فخده 2 3، وكمان ممكن احط معاها حتت من اللحم اللي انا احبه. كمان الريش دي ليها طريقه تسويه هقولها لكم، في طريقه معينه للريش وفي طريقه معينه للرقبه وفي طريقه معينه للحم العادي، مش كله بيتسوى، مش كله بيتسلق، مش كله بيتشوي. خلي بالكم، نخلي بالنا من الحته دي لان دي من اكتر الحاجات اللي احنا بنقع فيها وللاسف الشديد بتبوظ معانا اللحمة، وطبعا اللحمة مش رخيصة عشان احنا نقعد بقى نبوظ فيها. ده عندي الفخدة، وهبتدي دلوقتي اول حاجة اعملها عشان اجهز بقى الحاجات او التتبيلة اللي انا هجهزها في الفخدة عشان ابتدي اسويها. ودي بقى برضو الريش، التتبيلة اللي هعملها النهاردة تصلح للفخدة وتصلح للريش وتصلح كمان للحمه الفليه او اللحمه الملبسه اللي احنا بنجيبها من عند الجزار لو لحمه عجالي، وتنفع كمان لاي قطعه لحمه بس بلاش تسووا فيها اللحم اللي هو بيكون كابس كده حته واحده اللي هو ما فيهوش اي نسبه دهون، مش هيبقى حلو جدا في الوصفه دي. بجيب اول حاجه بعملها بجيب معلقه من الخل واحطها على اللحمه بتاعتي بالشكل ده. الخل يا جماعه بيعمل حاجه حلوه جدا، بيعمل ايه؟ بيطري انسجه اللحمة لحمة جدا جدا. وبجيب ليمونة لو انا هستخدم لحم الجدي او لحم الخرفان الضاني، عشان الليمونة بس بتشيل الزفارة، لكن الليمون ما تحطهوش في اللحم اللي هو العادي، بس كمان الليمون تحطوه في اللحم المستورد، لان برضو حمض ستريك اللي جوه الليمون بيخلي اللحم بتاعي يبقى طري شوية. دلوقتي انا هبتدي ان انا اجيب الفخدة بتاعتي، طبعا دي المكونات اللي انا هشتغل بيها. ما تنسوش بقى لايك للفيديو عشان كل ما انزل وصفة جديدة تنزل لكم على طول في الكومنتات. هبتدي ان انا اجيب الخلاط بتاعي، اول حاجه دي زي ما قلت لكم دي الفخده، وهستخدم معاها كمان قطعتين لحمه تاني، وبرده هعملهم بنفس الوصفه. لحمه اهو كله شايفين النخاع ده بتاع العظم، اوعوا ترموا النخاع ده، مهم جدا جدا وبيدخل وصفات حلوه قوي قوي وطعمه جميل وكمان مفيد جدا جدا.
فوق ما انتم متخيلين. هنبتدي دلوقتي ان احنا نعمل الوصفه بتاعتنا. اول حاجه طبعا هبتدي ان انا اجيب الخضره بتاعتي، هستخدم الكزبره وهستخدم لبن الزبادي او الرايب، هستخدم الثوم وهستخدم البهارات دي اللي هي ملح وفلفل، وعندي بابريكا، وعندي كمان ثوم باودر وبصل باودر، وعندي طماطم وعندي بصل. كل الحاجات دي هقطعها بالشكل اللي انتم هتشوفوه دلوقتي. محتاجه في الوصفه بتاعتي محتاجه الخلاط او الهاند بلندر، وهبتدي ان انا ابتدي ان انا اعمل التتبيله بتاعتي. هبتدي اول حاجه اعملها ان انا اعمل فتحات جوه الفخده او جوه اللحمه، ايا كانت اللحمه هعمل فتحات كده جيوب، وهحشيها بايه؟ هحشيها بالثوم والزعتر. الزعتر بجيبه من عند العطار مش غالي خالص، وبعد كده بضرب كل المكونات دي وبحطها على الفخده بالشكل ده او على اي لحمه انا هستخدمها، وبسيبها جواها تبات. ما نسيت اقول لكم ان انا في التتبيله دي حطيت معلقه كبيره من السكر. بعد كده بجيب معلقه من السمنه وبرفعها على جريل مثلا، او عندي على طاسه تيفال، اي حاجه تكون عندي كده، وبسخن معلقه السمنه، وبعد كده بطلع اللحم من التتبيله على طول على السمنه. هنا انا مش مستخدمه سمنه كتير، ولو عندي جريلا تشوي من غير خاطر ما انا احط دهون خالص يبقى كويس، بس انا اللي عندي دي لازم استخدم لها شوية دهون صغيرين، لكن لو انتوا اللي عندكم ما ينفع تشتغلوا من غير دهون يكون كويس جدا جدا. انا بعمل هنا ايه؟ بحبس السوائل جوه اللحمة، فبخلي اللحمة تفضل محتفظة بالسوائل بتاعتها، عشان لو انا دخلت الحاجة من غير ما اعمل الصدمة دي اللحمة هتشد هتشد، حتى لو سويتها كويس جدا برضو هحسها ان هي شدة، وخصوصا لو اللحمة كبيرة شوية او لو مستوردة. ناس كتير بتقول ان انا بعمل كل حاجة وبعمل التتبيلات وزي الفل، بس لما باجي اشوي برضو اللحمة بتبقى شدة، هي اللحمة بتبقى كبيرة وانتي بتدخليها على طول، ودي حاجة مش مظبوطة. مهم جدا جدا ان احنا ندي اللحمة يعني الحق بتاعها في التسوية، ومهم جدا ان احنا نراعي شكل وطعم يعني شكل القطعية وسن الذبيحة عشان نعرف نسوي كويس. يعني لو انا حاسة ان اللحمة بتاعتي كبيرة هتاخد وقت كتير، يبقى اسيبها في التتبيلة وقت اكتر، ازود مثلا شوية السكر، اسويها تسوية زيادة، ما استعجلش عليها، ودي حاجة مهمة جدا. ده بيكون شكل اللحمة بعد ما انا اديتها صدمة، وطبعا انا حاطه لها الزعتر بقى والثوم، مش عايزة اقول لكم الريحة خطيرة جدا جدا جدا. فهنبتدي دلوقتي نعمل ايه؟ هنجيب صينية بتاعتنا اللي هنشتغل فيها، وهحط في الصينية ورق فويل، وهبتدي ممكن احط ورق فويل واحط عليه ورق الزبدة علشان خاطر يبقى صحي اولا، ثانيا يحافظ على رطوبة اللحمة، تبتدي اللحمة ما تبدأش ان هي تنشف مني. ورق الزبدة ده حلو جدا، بيخلي اللحمة يعني فعلا زبده. يعني هبتدي احط بقى رص الفخده بتاعتي ورص الحاجات بتاعتي، واحط معاهم انا يعني احب اسوي معاهم شويه خضار. اولا الخضار بيديهم طعم حلو، ثانيا بياخد الخضار اصلا من طعم اللحمه، ثالثا بيبقى حلو كده مع الاكله. يعني احط مثلا بتنجان، كوسه، متستغربوش من البتنجان بيبقى روعه على فكره، روعه مع اللحمه، جزر بحطه. بصوا انا مش بقطع الحاجه، بفتحها بس فتحه صغيره وبحطها ليه؟ عشان خاطر انا مش حاسه، مش حابه ان هي تبقى دايبه، انا حاسه ان حابه ان يبقى فيه خضار سوتيه كده معاها. تقدروا على فكره تحطوا معاها رز بسمتي وتسووه، وتقدروا كمان تحطوا محشي، تبقى دوله عراقيه يعني براحتكم، بس انا بكتفي بالحاجات دي. بحط اللي هيسوي بقى الدنيا دي، بحط التتبيله واقفل كويس جدا جدا، وبعد كده اقفل كمان الفويل ومن فوق ومن تحت كويس خالص، وبعد كده بحطها جوه الفرن. طبعا انا عامله رز اصفر معاها وعامله سلطه خضراء معاها، طبعا اتسوت خلاص. ببتدي ان انا افتحها، بتقعد قد ايه في الفرن؟ على حسب حجم الحاجه اللي عندي. يعني انا مثلا علشان الجدي ده صغير اخد حوالي ساعة في الفرن، وبقى دايب جدا جدا مش محتاج حاجة تاني. ممكن تحطوا بقى خضار ومسبكات وبسلة وحاجات زي ما انتوا حابين، بيبقى شكلها وطعمها حلو قوي قوي. اتمنى تجربوا فعلا الطريقة اللي انا قلت لكم عليها دي في اللحمة، بجد خرافية بجد. دي ممكن تنفع كمان مع ورقة اللحمة، بتبقى رهيبة رهيبة رهيبة، بس اعملوها بالتتبيلة دي وبالتكات دي وبالتشويحة اللي انا شوحتها وبورقة الزبدة والفويل، وبنفس التكنيك اللي انا عملته المكونات، وحشوا اللحمة توم وزعتر، وفعلا فعلا هتلاقوا نتيجة مذهلة مذهلة مذهلة، مش هتبطلوا تعملوها. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش
بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وشكرا من كل قلبي الناس اللي بتدعمني بانتسابها في قناتي، اتمنى توصلوا دعمكم وانتسابكم في القناه. تحياتي ليكم بالف هنا وشفا، واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.